متمكن وهو مرشح قوي من السلطانين متاهل للبطوله على طواله التوفيق مع القيام بكبير اياس ابو الجبل تدريب احفاد ومحفوظ ابو جبل منصورات ويمارس عباد غدير اتمنى التوفيق اونيل ورشوان خيال السماء اونيل داخل البوابات مع خيال الكبير اياس ابو جبل والملك عباد الغدير انطلقت الخيول على بركه الله تعالى وانطلقت واندفاع قويه رشوان واونيل اندفاع قويه للمهرين من البدايه وتنافس سريع على المرتبه الاولى بين رشوان واونيل اياس ابو جبل ينتزع الصداره مع اونيل رشوان يحاول في المرتبة الثانية بسم الله ما شاء الله اونيل يدخل بكل قوة رشوان يحاول اونيل ورشوان في تنافس كبير اونيل ما زال في الصدارة رشوان يقلص المسافة ما بين المنعطفين مع الخيال سلمان رشوان مع الخيال سلمان من الخلف اونيل ما زال في الصدارة بسم الله ما شاء الله صاحب المرتبة الأولى في السباق الماضي على مسافة الألف متر اليوم لمسافة الألف متر يحاول بكل قوة رشوان من الخلف لكن اونيل للبطولة اونيل ما شاء الله تبارك الله قادم بكل قوة جمال الجمال وجمال الجلال مش عادي يا اونيل بسم الله ما شاء الله اونيل بفارق كبير وبأريحية تامة مع اياس ابو جبل للبطولة رشوان في المرتبة الثانية مبروك لأونيل هذا الإنجاز الكبير على مسافة الألف متر ألف ألف مبروك يا سمو جبل الملك عماد غدير متأهل للبطولة على المهر ألف ألف مبروك أونيل إنجاز كبير رشوان على التتويج وفق الغرفات توجيهنا اونيل صاحب المرتبة الأولى بكل جدارة بكل استحقاق متأهل على المهر للبطولة رشوان صاحب المرتبة الثانية أخونا مبشر الغرفات يتوج رشوان أخونا وفق الغرفات يتوج اونيل صاحب المرتبة الأولى للتاريخ عماد غدير بتدريب احمد ابو جبل محمود ابو جبل الف الف مبروك وفق اونيل مبروك للبطل اونيل صاحب المرتبه الاولى بكل جداره واستحقاق يكون واثق الغطاس يتوج اياس ابو جبل من طرعان الملك عماد غدير الف الف مبروك لاونيل اخونا ابو بشار الغطاس مدير هذا النادي نادي اريحا للفروسيه يتوج الحصان رشوان صاحب المرتبه الثانيه مبروك لرشوان انجاز كبير